إذن ينطلق الآن سيداتي وسادتي الشوط الثالث انطلاقة بطيئة للطويسة من البداية الذي يحمل رقم 1642 بينما الحمدانية هي التي تتصدر السباق من البداية بالكاب الأبيض إنما الجلابي 1544 بشعار الأصفر يأتي في المركز الثاني المرشح الأول كحيلان عافوس 1675 يحتل المركز الثالث بينما الجلابي 1661 يأتي رابعا والطويسة 1642 تأتي في المركز الخامس إذن حتى الآن الحمدانية هي التي تتمسك بمجريات هذا الشوط بينما الجلابي بالشعار الأصفر والكاب الأسود يأتي في المركز الثاني كحيلان عافوس بمحادات السياج يأتي ثالثا والطويسة في المركز الرابع بينما الجلابي 1661 يأتي في المركز الخامس هنا الدخول في الخط المستقيم الآن باتجاه خط النهاية ولا زالت الحمدانية 1637 بقيادة الفارس علي حسن هي التي تتصدر السباق بينما هنالك المحاولة الآن من قبل الجلابي 1544 بقيادة الفارس عبدالله فيصل إنما المرشح الأول حتى الآن ممسوك مع الفارس ألبرتو سانا إذن هنا المنافسة الآن تصبح ثلاثية ما بين الحمدانية والجلابي وكحيلان عافوس إذن هنا الحمدانية لا زالت هي التي تتصدر السباق وهنالك محاولات من قبل الجلابي وكحيلان عافوس أيضا قادم بقوة لانتزاع هذا الشوط إذن كحيلان عافوس من ينتزع ويخطف الشوط الثالث على كاس شفرون بقيادة الفارس ألبرتو سانا وبتدريب السيد عبدالله كويتي المرشح So the result after Chevron Cup, first is number one, Kuheilan Aafas 1675, ridden by Alberto Sanna. Second is number two, Al Jellaby 1544, ridden by Abdulla Faisal. Third is number four, Al Hamdanieh 1637, ridden by Ali Hassan. And fourth is number five, Al Jellaby 1661, ridden by Hussein Maki. So the result is 1, 2, 4 and 5. 1, 2, 4 and 5. هنا يصل الفائز كحيلان عافوس إلى ساحة العرض يتوج بطلا لكأس شفرون للجيادة العربية الأصيلة. ألف مبروك للمضمر عبدالله كويتي والفارس ألبرتو سنة وتأخذ الصورة التذكارية مبروك للفائزين حظ أوفر للذين لم يحالفهم الحظ في السباقات القادمة بهذا المستوى لكن بعد احنا نشوف يعني الحصان حصل منافسه جدا قويه من الجلابي 1544 وشفنا ايضا الفرس الحمدانيه ايضا دخلت على الخط في المنافسه قياب لطويسه هذه هنا في علامه استفهام كبيره طويسه المفروض كانت من يعني من الخيول المفروض اللي تكون منافسه في هذا الشوط لكن كحيلان عافوس يعني اثبت بانه حصان مستوى ثابت يعني قدم مستوى جدا طيب الصراحه وكان ألبرتو سانا ايضا موفق في قياده كحيلان عافوس وكان يعني انتزع الفوز من الجلابي ومن عبد الله فيصل في اخر تقريبا 100 متر العمل اللي عمله ألبرتو سانا في اخر 50 متر تقريبا تتويج نعم لا الشوط الثالث من قبل اللي هو السيد خالد حجازي ممثل شركة شيفرون والسيد توفيق شرف العلوي استعلوا تقديم الكأس للمضمر عبد الله كويتي استاهل عبد الله نعم بحضور توفيق عقيل عبد الندي والسيد توفيق شرف العلوي المدير يستاهل يستاهل عبد الله كويتي يستاهل نعم يعني هذا المستوى ونتمنى ان شاء الله نشوفه بعد